ببيناتنا لليوم مشاهدينا ضيفنا هو ضيف سبيسيال كثير بما انه عمره 11 سنه ونص وقليل يكون عندنا ضيوف بهالسن الصغيره. بس ليش شارل بيستاهل؟ لانه شارل كتب قصته الاولى وكان عمره 7 سنين تقريبا، وهو شخص شغوف بالقراءه، بحب انه يقرا بكل اللغات خاصه بالعربي والفرنسي. اليوم شارل نمر هو ضيفنا مع والدته ميراي. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم شارل. بونجور. بونجور، كيفك؟ منيح. بتحب تقرا؟ ايه ايه كثير. بتعرف قديش في اولاد هلا عم يحضروا عم بيقولوا يي بحب يقرا، هلا ماما بتحضر وبتقول لنا نحن كمان نقرا كتاب. ميراي كم ولد عندك؟ 3 اولاد. شارل هو الصبي الوحيد؟ لا، شارل الوحيد، عندي بنتين، ماريلو الكبيره وشارل وازاليا الصغيره. بحبوا القرايه كلهم ولا شارل سبيشال؟ شارل يعني هو نحن خلقنا ابيانس لكتير بالبيت، بس شارل هو اكثر واحد تاثر بهالجو، وهو اكثر واحد بين اخواته بحب يقرا. هلا يمكن الصغيره شوي عم تتاثر فيه، بس هو اكثر حدا. عم تقولي خلقتي هالجو بالبيت، يعني انت كنت انت كمان بتقري انت ووالده؟ نعم. انا بتشجعه انه يقرا؟ يعني الكتب موجوده بالبيت، ولما بتجيبي له للولد الكتاب وبتقري له قصه وبتفرجي صور بتكوني عم تشجعيه. وانا من هواة بجمع الكتب يعني وبحب اقرا. اي نوع قراءات بيقرا شارل؟ يعني شو اللي شجعتي عليه؟ هلا نحن بلشنا اول شيء اكيد قصص لعمره، قصص اولاد صغار. لما بلش يقرا لحاله هلا هو بخبرك اي كتب بتستهوي اكثر شيء. كيف انت بتحب الكتب هالقد شارل؟ انا بحب الباند ديسيني كثير. اوكي. وبحب القصص انا كنت بحب الباند ديسيني انا وصغيره. وبحب كمان الاشياء اللي بتضحكني مثل بلاغ وشراد هيك، وبحب كمان القصص اللي فيهم سوليسيون ما بتوقعها بالاخر. اوكي. يعني انا بريفيو بتطلع بالاخر وهيك. بتقرا اكثر بالعربي ولا بالفرنساوي؟ انا بقرا بالفرنسي اكثر وبكتب كمان بالفرنسي اكثر، لانه بحس هيك حالي اليز بلوس يعني لما اكتب واقرا بالفرنسي. طب انا عم فكر انه اذا كان عمرك 7 سنين كتبت قصه، شو هي القصه اللي واحد بيقدر يكتبها عمره 7 سنين؟ شو كتبت؟ بكتب اشياء انه بتجي على راسي، يعني انا ما بفكر بالموضوع اللي بكتبه، يعني انا بكتب قصه بكتب اللي بقراه. كيف يعني؟ يعني مثلا يعني بتفكر قبل انه هلا انا بدي اكتب قصه مثلا ولد عمل هيك او رجال عمل هيك وبيصير معه هيك؟ ايه بس ما بحب طول القصه قبل لما كنت صغير، لانه بحب ارجع اقراها. وكمان هلا لما صار عمري 11 سنه صرت اكتب قصه فيها اوبجيكتيف بريماتور، ويعني بحب طولها اكثر. بس اول قصه كتبتها شو كتبت فيها؟ بتتذكر؟ لاريف دولاتير. ايه ايه. شو كان اسمها ميراي؟ لاريف دولاتير. كتب قصة هي شو حلم الأرض، شو بتحلم الأرض، يعني شو كتبت؟ شو بتحلم الأرض؟ تتذكر؟ أول شيء بتحلم الأرض إنه هي بدها تاخذ محل الشمس، والشمس بدها تصير تبرم حول الأرض مش الأرض بدها شو حلوة الفكرة، حلو. إي وهيك يعني هي بس صفحة صغيرة يعني مثل ما إجت براسي كتبتها وقريتها للماي. بالمدرسة شو بيقولوا لك وقت تقرانهم قصصك أو وقت تكتب؟ اي انا بقرا لمعلمة الفرنسي مدام دونيز، بقرا لها، قريت لها لوريف دولاتير وعجبتها كثير القصه، وهي اصلا بتشجعني اكثر شيء تكفي قرايتي وكتابتي، والمامي كمان بتشجعني. هلا شو عم تقرا مثلا؟ مثلا هلا بقرا جورنال بخبر قصه حياه واحد. كل يوم بقرا شوي وهيك شوي بتسلي هي. شو بتحس لما تقرا شعر؟ شو بتحس؟ بحس حالك فت بالقصة غطست فيها، صرت كأنك عايش بقلبها. بحس انه انا لما اقرا مثلا جملة بالغابة بحس حالي انا معها بالغابة، يعني ماني بالبيت خلص. لانه انا بعلق على كل كلمة وبحس انه القصة كثير طويلة. وهيك يعني انا بنبسط لما اقرا بكتاب، يعني بحسه بليزير. حلو. ميراي بتخافي انه القراءه او الغطس بالقراءه يلهي عن اشياء ثانيه المفروض انه يعملها بعمره مثل اكتيفيتيز نشاطات او انه يشوف اصحابه يقضي وقت مع رفقاته وهيك؟ هلا هي القراءه اخذه معظم وقته، يعني هو شوي مميز. معظم يعني وقته يعني قد ايه بيقرا بالنهار وقت؟ بيقرا كثير، يعني الكتاب بيضل معه، اذا ما عم بيقرا بكتاب بيقرا على اللي بفوت انترنت. يعني هذا الشيء كان يعمل لي شوية قلق لما كان صغير، إنه ما إنه مثل كل الأولاد، يعني بتلاقيه عم بيلعب أن جروب أو عم بيلعب على الطريق أو عم بيلعب بالألعاب يلي بيلعبوها الأولاد بعمره. هذا الشيء كان يعمل لي شوية أنكسيتي، يعني إنه هو مختلف.
بعدين اكتشفت انه هي القراءه عم تعطيها ساتسفاكسيون او عم تعطيها البليزير، عم تعطيها التسليه، وبنفس الوقت عم بتفيده. هو بحب يعني، ما حدا فرض عليه هالشيء. بعدين لما لقيته انه عم بيعبر بالكتيبة، بعدين مرات بتقولي انه يمكن بتخافي عليه، بترجعي بتقولي طب خلص اذا هو مرتاح ومبسوط هيك ما فيني اجبره او اجبره. صحيح صحيح. هلا بجرب شوي مع درسه، يعني اوقات بلاقيه وقف درس شوي راح يكتب شيء بتركه، يعني عم بجرب ينسق شوي هلا بين الدرس وبين اللكتير وبين الكتابه. شو عم تكتب هلا؟ خبرنا شو عم تكتب، بركي هيك كون عملت لها دعايه، بتعمل دعايه لكتاب وبتنشره وبتصير مشهور كثير. ايه انا عم بكتب قصه هيك حزينه شوي، يعني ليه حزينه؟ بتبلش اول شيء مبسوطه، بعدين حزينه، بترجع بتنبسطي بالاخر، يعني ما بتتوقعي. مش ما انا بحبها كتبتها. طب خبرنا شوي من القصه، ما تخبرنا شو بصير بالاخر. اوكي، هي قصة واحد كثير مهضوم انت. ميرسي. هي قصة واحد هيك يا شيخ. قصة واحد، قصة واحد عنده بوفوار ماجيك، فات بكونكور، في واحد مشان ما بحبه. ها قبل اخر شيء، رح خبرك قبل اخر شيء، بيطلعوا بالاخوة بالاخر وما بيتوقعوا. وفي بوفوار واحد منهم الفاريتي بده ياخده، بس مش عارف مين. واحد منهم بده ياخذ هالبوفوار ماجيك. شو البوفوار ماجيك بيقدر يعمل فيه؟ هو بيخليه، هو عائلته اسمها رويالتو. هيدي العائله فيها بوفوار ماجيك، اقوى بوفوار ماجيك. هذا البوفوار بيقدر يغير اللي بده اياه بالدنيا، يعني بهالبوفوار. هذا هو الشيء، يا ريت عندي اياه هالبوفوار. وهيك مش اخبرك النهايه لان بعد ما كتبتها. ما كتبتها لا هلا بدي اغير، خبرتي شوي النهايه. شو مين دراسه بس بعد ما ما كتبها. شو عملتي بالاشياء اللي كتبهم قبل؟ بتجمعي له اياهم، بتعملي فيهم شيء، بتقريهم لحدا، عرضتيهم على ما بعرف شيء، جريده، شيء دار نشر؟ نعم. هلا هو شارل مجمعهم اكيد. ما بيقبل غير له افكاره، يعني اوقات بلاقي انه في فراز لازم يغير فيها شوي، بيجرب ابدا ما يخلينا ابدا دق بال 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 بالموضوع الاساسي، بس بنظبط شويه اكيد فوتوغراف وهالاشياء، بس يعني يمكن ناطره لحتى يتطور شوي اكثر باللونج اكثر. بركي اكيد بنعمل شيء بهذا الموضوع، يعني هو هيدا حلمه يعني اكيد. شارل بتضايق اذا عملت فوتوغرافيك؟ اي ماتير انت شاطر بالمدرسه؟ ما لانه انا ما بفكر بالفوتوغراف. انت بتكتب القصه اكثر، شو بتفكر؟ ايه انا بفكر مثل ما بكتب، مثلا انا انه بعرف اعمل الدكتة منيح، بس انا ما بفكر بهالشيء. مش وقت الدكتة، لان في كوركتر وكل هو، بس انه ما بيهم. انا معه بيجي حدا يصلح، يحط الاسات والامات اللي ناقصين، خاصه الفلسفه. هو هيك صعب، بعدين بنبقى بنصلح. باي انت ماتير شاطر بالمدرسه؟ انجلي. بتقرا عربي وفرنسي وبتكتب الفرنسي وشاطر بالانجلي؟ ايه انجلي وفرنسي، بس ماني شاطر بالعربي. مانك شاطر بالعربي، بس تقرا بالعربي قلت لي. ايه شو بالمدرسة بعرف اقرا بالعربي منيح، وبقرا رسالة بالقداس وهيك. اوكي، بس مش أكتر يعني، ما بتحب تقرا كتاب عربي؟ ليه؟ هيك ما كتير بحب بفهم. يعني ما بعرف، صعب اللغة العربية. اللغة العربية الفصحى صعبة لأنها بعيدة عن المحكية، كل التلاميذ من عمره بيلاقوا نفس الصعوبة بالقراءة. قلتي لي إنه أختي الصغيرة بلشت شوي كمان تقلده بالقراءة، قد إيه عمرها؟ ثلاث سنين. وكيف حسيت انه بتحب تقرا؟ ابتداء من اي عمر بلشتي له مثلا لشارل؟ هلا هو شارل بعمل ثلاث سنين. عجبني الموضوع اني اقرا، بس على ست سنين ربحت بريمي بري بالرالي ليكتور المدرسه. يعني اوكي، جو ريزوم ان كونت ديفون لا كلاس وطلعت بريمي. اوكي، وهيك هي تحمست اكثر. هيدي الجائزه اللي اخذتها، ما هيك؟ شامبيون دو ليكتور طلعت. شامبيون دو ليكتور. يلا حنحكي عن الصالون دو ليفر بعد هالبريك. نرجع لحديثنا مع شارل. ميراي عم نحكي مع شارل اكثر معلي، بس انت اكيد منك زعلانه، بالعكس مبسوطه. شارل مزبوط انت بتجمع مصرياتك كل سنه وبتروح على السالون دي ليفغ، ولا عاملنا اياها هيك تفنيصه؟ لا اكيد بتجمع مصرياتك. ما بتصرف شيء؟ لا، لانه انا بفضل اشتري كتب عن هيلا شيء ثاني، لانه انا هيك بحب اقرا اكثر. تو جود تو بي ترو، ما هيك يا ميراي؟ تو جود تو بي ترو. شو بتشتري بالسالون دي ليفغ؟ مثل ما قلت لك بشتري القصص اللي بحب اقراها. بون ديستيني، صار عندك مجموعه بالبيت مثلا؟ صار عندك كتب بون ديستيني وهيك؟ ايه
انا ما بحب اشتري باند السينما، انا بحب اقرا باند السينما واخذ منها الديالوج، لانه الديالوج بيشوقني. اوكي، بس وين بتقراها؟ ما بتشتريهم للكتب لتقراهم؟ لا، بالميدياتيك. اوكي. طب لكن شو بتشتري بالسالون دو ليف؟ بالسالون دو ليف بشتري قصص فانتاستيك. بتحب انت بالفيرجن؟ لقيت كثير قصص مثل ما انا بحب، مثلا عن الفامبير، كثير بحب اشياء هيك اللي بتخوفني كمان لانه انا ما بصدق. اوكي. وهيك. طيب شو هو الكويز اللي ربحته بالسالون دو ليفر؟ بالسالون دو ليفر انا ربحت البريمير بري، وانا فخور لانه اعطتني الافاج اللي هي الاسوسياسيون فرانكوفون دو جورناليزم، رئيستها مدام يسبيك، اعطوني الاورديناتور بورتابل اللي بقدر اكتب عليه قصصي. حلو. وكمان بدي اشكر الانستيتيو فرانسي اللي هي اعطتني ابونمون غراتوي بالميدياتيك. هيدا بتستفيد منه؟ ايه، بروح بقرا باخذ على البيت وبرد. مشان هيك انا بحب اقرا باند السينين هون. كيف تربحت هالبري بالسالون دو ليفر؟ ليه عطوكي لك مش لحدا تاني؟ لانه انا ما كنت اعرف انه في سانك بري، وانا ربحت البريمير بري. اول شغله انا حطيت اسمي اخر شيء حطيت اسمي، انا جيت على الاخر يعني البي الركض يعني، وحطيت اعطيته اسمي لجوزيف هون. جوزيف ساي. اوكي، اعطيته اسمي وهلا شفته. اوكي. لما حطوا لي اسمي وسمعت اسمي. شو عملت لما سمعت اسمك؟ انت اخر اسم حط اسمك. ايه، كثير انبسطت يعني، بس لانه انا كان عندي الهام انه انا رح اربح شيء هالسنه. عن جد كنت حاسس انه حطوا لي. ايه لانه كان في عيد سان شارل. وقتها سان شارل هو اسمه شارل، عارف حاله رح يربح. لازم ذات النهار تاخذ لوتو كمان. يا ريت. هيدي اهم. لا طبعا هيدي اهم بالنسبه لي. هو ما كان مجرد بس كادو بالنسبه لي، هو كان ما كان بس كادو يعني، هو كان خطوه اولى لحلمي انا اللي عم جرب حققه. انا انك تبلش تكتب، بلشت تستعملوا هاللابتوب؟ ايه، بلشت تكتب عليه قصتي. بلشت تكتب قصتك عليه؟ نقلتها. اي اهين، تكتب بالقلم ولا تطبعه انطباعه؟ لا، بالقلم. بالقلم اهين؟ بالقلم. كل اللي بيكتبوا بحبوا يكتبوا بالقلم اكثر. ايه. مع انه التصليح اهين على اللابتوب. ايه. انا بدي اقول لك جود لك، بدي اقول لك بون شانس شارل. ان شاء الله هالكتاب بينشر وبكون كتاب حلو، وكل الشباب والصبايا اللي من عمرك يقروا كمان. ميري، ما بعرف اذا بعد عندك شيء تقولي، افتكر شارل ام بالمهمه بي. على اكمل وجه بدي زيد كمان ميرسي للام تي في، وميرسي للافاج، وميرسي لمدام يزبك، وميرسي للسنتر كولتوريل اللي فتحت له المجال يعبر عن افكاره، وميرسي لكم. ثانك يو. نحن بنقول لك كمان لك شكرا، ان شاء الله بكون هيك كاتب شاطر ولامع بالمستقبل مثل ما عم بدل من هلا، ويضل بهالهضامه والعفويه. ميرسي.